ونتحول الآن إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. عودة مرة أخرى إلى رجاء رمزي. إليك شكرا رجاء. نادينا شكرا سحر. إلى هذه الوقفة الرياضية مشاهدينا. يحل المنتخب المصري الآن ضيفا على نظيره الجابوني في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي. تختتم اليوم منافسات بطولة العالم للدرجات للناشئين بعد انطلاقها في الأول من سبتمبر الجاري. أقيمت منافسات البطولة داخل مضمار الدرجات باستاد القاهرة الذي يعد أحدث مضمار سباق دراجات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. الحمد لله احنا من ضمن أحسن 10 لاعبين في العالم. عبد الله حصل على المركز الخامس عالميا في سباق السكراتش، حصل على المركز الثامن في سباق الأومنيوم، النهارده في سباق الاليمينيشن حصل على المركز التاسع، اثبت كفاءه. معظم الباقي اللاعبين اللي اشتركوا كان عندي محمود بكر طالع الاول في التصفيه ب 68 نقطه، ولما لعب النهائي حصل له برضه حادث، انت زي ما انت شايف المضمار حوادثه كتير، وكان مرشح انه ياخد ميداليه بس يعني ما الاصابه منعته انه يكمل، تقرير الطبيب قال ما يكملش. وعندي البنات الحمد لله قدرنا نضرب ارقام عربيه وافريقيه كتير كنا بننافس عليها، وده بيبين ان احنا ان شاء الله المستقبل بتاعنا جاي احسن. انتهت فعاليات بطوله البريمير ليج الدوليه للكاراتيه المقامه على ارض الصالات بالمغطاه لاستاد القاهره الدولي. نجحت مصر في تنظيم هذه البطوله التي تعتبر واحده من اقوى البطولات الدوليه للعبه والتابعه للاتحاد الدولي للكاراتيه. بعد 3 أيام من المنافسات المستمرة بين أكثر من 247 لاعباً ولاعبة يمثلون 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، انتهت فعاليات بطولة البريمير ليج الدولية للكاراتيه والمقامة على أرض الصالة المغطى لاستاد القاهرة الدولي، بعد أن نجحت مصر في تنظيم هذه البطولة والتي تعتبر واحدة من أقوى البطولات الدولية للعبة والتابعة للاتحاد الدولي للكاراتيه. عملنا التنظيم على اعلى مستوى زي ما الاتحاد الدولي طلب بالظبط وزياده، لانه ارسل لجنه من الاتحاد الدولي تشوف المنشآت اللي موجوده عندنا والصالات اللي هيقام عليها البطوله، فهي طبعا فوجئ وانبهر بالصاله رقم واحد المقام فيها البطوله، وقال ان هو عمل 30 بطوله عالم قبل كده في 30 دوله لم يشاهد هذا الصرح الموجود من الصالات. اللعيبه كلهم ظهروا بمظهر مشرف، والدليل ان احنا عندنا خدنا نهائي 60 كيلو، خدنا 3 برونزيات، ولسه عندنا حوالي 4 نهائيات، اتوقع ان احنا ممكن ناخد منهم كمان 3. عمل استمر على قدم وساق قبل واثناء البطوله من اجل اخراج هذه البطوله في افضل صوره ممكنه، هذا الى جانب المتابعه المستمره من الاتحاد الدولي للكاراتيه للاجراءات التنظيميه في مصر، والتي اثبتت نجاحها في تنظيم واحده من اكبر البطولات العالميه. والتنظيم يعني احنا لما ناتي ونقيس التنظيم، نقيس التنظيم من بداية وصول الوفود وحتى مغادرتهم الوفود، لا نكتفي فقط في ساحة الملعب، لأن قضية التنظيم قضية مهمة، هي منظومة متكاملة، والحمد لله احنا وجدنا جهود بذلت حقيقة من قبل الاتحاد الكاراتيه المصري، حقيقة شرفت كل العرب. مع كافة الظروف اللي مرت بها العالم واللي خلت كل العالم تتراجع عن تنظيم الأحداث الرياضية، لعدم قدرته على مواجهة الإجراءات الاحترازية في تنظيم البطولات الهامة، إلا أن مصر أصرت أنها تأخذ هذا الحدث. نجاح مصر في تنظيم بطولات سابقة جعلها قبلة البطولات الدولية والعالمية في السنوات الأخيرة وفي مختلف الألعاب الرياضية، وهو ما يعكس ثقة الاتحادات الدولية في مصر وقدرتها على تنظيم أي حدث رياضي تحت أي ظرف. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. من أخبارنا أيضا مشاهدينا في هذه الوقفة الرياضية، استطاعت البعثة المصرية في دورة ألعاب طوكيو البارالمبية 2020 أن تحقق 7 ميداليات تم حصدها في منافسات رفع الأثقال والتايكوندو.
إنجازات متتالية يحققها الأبطال المصريون في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة. 7 ميداليات حصدها الأبطال خلال دورة ألعاب طوكيو البارالمبية 2020. لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو البارالمبي محمد الزيات نجح في حصد الميدالية الفضية في منافسات وزن 61 كيلوغرام. أما الميداليات الستة الأخرى فجاءت جميعها في منافسات رفع الأثقال بواقع 4 ميداليات فضية وبرونزيتين. البطل المصري شريف عثمان توج بفضية منافسات وزن 59 كيلوغرام لتضاف إلى سجله التاريخي بعد تتويجه بثلاث ذهبيات في أسينا 2008 ولندن 2012 وريو 2016. أما في منافسات وزن 72 كيلوغرام نجح البطل البارالمبي محمود عطية في الحصول على الميدالية الفضية بعدما احتل المركز الثاني في الترتيب العالمي. كذلك البطلة رحاب رضوان التي حققت فضية منافسات وزن 50 كيلوغرام لتنجح بطلة العالم في 2017 و2019 في حصد ميدالية بارالمبية خلال دورة طوكيو، فيما نجحت الرابعة فاطمة عمر في خطف فضية منافسات وزن 67 كيلوغرام لتحتل المركز الثاني في دورة الألعاب الصيفية. ونجح محمد الإلفات وهاني عبد الهادي في حصد برونزيتين في وزن 80 و88 كيلوغرام. أبطال حقيقيون سطروا تاريخا مشرفا في سجل المنافسات البارالمبية رافعين اسم بلدهم عاليا متحدين كل الصعاب. نهاية هذه الوقفة الرياضية مشاهدين، عودة مرة أخرى للزميلتين دينا فكري وسحر ناجي. شكرا لك رجاء رمزي.